الابتسامة. طبعا الابتسامة موضوع يطول الحديث عنه، لكن باختصر لكم الكلام هذا كله عن تجربة. تقدر تكسب الجميع، الطيب واللي ما هو طيب، بابتسامتك. انا عندي قاعدة امشي عليها في حياتي، الا وهي ابتسم بالغصب ولا بالرضا. ابتسم حتى لو ان الحظ ماش، الخواطر نار والحزن الغضا والقلوب ديار والبسمة رشاش. ابتسامة والله ما تفرق معك أي شيء. في بعض الناس مستعد يدفع فلوس ملايين، ليش؟ عشان يكسب الناس كلهم. أنا عندي لك شيء واحد صغير بس، إذا شفت الواحد قل كذا وره سنونك يا أخوي. في بعض الناس ابتسامتهم كسب الجميع حتى بعد ما الله يأخذ أمانته، يذكرونه بالخير. ليش؟ لأنه دائم مبتسم. خلي تعاملك مع نفسك ومع الناس بابتسامة. في ناس يقول أنا ما أقدر، أنا مهموم، أنا حزين، أنا عندي. ابتسم رغم الألم، ابتسم. نراكم على خير ونراكم مبتسمين في أمان الله. مركز دعوة الصينيين، مركز غرست بذوره منذ عام 1429 2009 للميلاد، فنمت وأينعت ثمارها بتعريف أكثر من 7 ملايين صيني على الإسلام. فقدمنا منتجات متنوعة ما بين مقروءة ومسموعة ومرئية تجاوزت 280 لخدمة دعوة الصينيين، وبرامج تعليمية وتدريبية وتربوية لمختلف الفئات الصينية المستهدفة. تمت الرسالة بفضل الله سبحانه، ونواصل تحقيق طموحنا بأن نكون بيت خبرة في دعوة الصينيين.